شرمو أنا الشعب كيانا هاي وأقت هاي فنكا سومالي دا هيساها تيك توك بلها نيكيبن إسك دوبان هيساها يوال يا أمه قد مركا دادي وفدي سنة دادي فنكا وفدي سنة دادي ها والال ها وإساك بحاي وانو كفرح سنة هاي هبي أنا كدري ما أنا كبحو وحانا أمين سنة قوانك وقوناك سنة انتان ولا عقات إنو يهي دور تراغو ومحوا إشاق ويالن كرا لعقتا دونك سمين كرا ما أنتو حفن وقبا هاي مالهان إناف إس إناف دور دهي ما أنت وإنا تكوكرا بستاكتان وإنا تكوتا غيرتان شرم بوي إنه فنكي وكبحي فنكي إنه أنيق إيه باهن يهي إسلام مركانا أن أتاقنا إنا فنكا بدباديو عطوش حكمي دي عددك هذا الكحتاء ودي باي أنا سيفي عنوها دين كليه كويك حافظ بحزا مركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلشو الصوماليين ملو بقى جوكتان وقت كستو إذن تاهي عيدين وعنا هذا وضيق مالمهان واسكير اللي علي عياهو برامجي ياري مفر بدنا كحيرا لكن سي صاحبي المراد نوان لي هاي يسو يردعي ان شرما بوي مالمهان سعدي ودبي فنك واكفر دي ستي بسوا صدها يا مقلين شرما وانا الشعب كيانا هاي واقت هاي فنك سومالي دا هيساها تيك توك بلها نيكيبن اسك دوبان هيساها يوال يا أمه قد مركا دادي وفدي سنة دادي فنك وقف دي سنة دادي ميل والبا ديجي يا قبصتي هيس والبا ديجي يا هستو فنك سومالي دن وقبصتي ما أنت مريكا مركا تقتي بيعي ونوغ بحيميا معنا مريكا كاتقي فنك وقف دي سنة على ليدا شاني مركا إيمان إيسي كلي جاها إيمان عيد أو قال إنو إيمان وكوبا هنا فنك سومالي دا كوبا هنك دا ملي هنو ما أنتو إسك بحا ما كينا وحس مكايلي نانا هاي وهي قبكل وبدل بوس كا قلي كرنا وكين وهي انت اصلا وهذا الكا بلشتك نحقو حايا واي ويدي دين شرم بوي انو فنك كفريستو وغورين شيخ شرماركي شرم بوي لقب الدولي مقعي غراء ولا صباحي شيخ شرماركي عبد ناصر شيخ عبد ناصر هام قجرا وغورين قوانك قيسين مدلة ايهاد اوبررتي ايهاد خاذتي وكوان بلينا يا انا شخصيا خفكا وحان فنكان واجرنجرو وبوندو بوندو ده ميلا كسو فولي ماشي كلا اقدقي فنكان شرماركي شالي مركو كسو بيداي مركو بليو هاي نينك رقع واكيسو مرا جب وصو مرا ما انت الحمد لله وجع ليستي إنه فنك يسقف ريستو هيركي قربنا وكجاري مضحى وكعبص ذي دلني رأي سو ماليه دن مددالية وين وها لكن س ما أنت قول لكن هدوجع ليستي إن معناها أو يسقف ريستو وحان ما أنت ميل مريكن ك ودن كسرة وما أنت وشر مارك تيجي لها مجرو ما أنت مريكن كجوا تراق وفول كرا وودي كرا هرمركي سوق شقين كرا واح بدون وقبسن كرا ما أنت أفريقيا مجوج مقدش مجوج صاحبيا دنا بدون وقبسن كرا بيزنس وأبو رن كرا نور تراغ ومحوا إيشق ويلن كرا لعقتا دونك سمين كرا ما أنت وحفن وقبا هيا ملهم إناف إس إناف دور ده ما أنت وإنا كوجر بستكتان وإنا كوتا غيرتان وحجرا نين أن إسكوبهنا هاي أول شيء شرمارك عبد الناصر محمد واللي راه ذو صوفة سنة أيه ورئيس لا يشتي تي في كفايف تي في وقارن إن داورنا أرميه سببه كأنه شرم بوي إنه فنك سقفريستو محمود عبد الناصر محمد صوفة سنة عاد بكو سلام يا عدي فايف تي في إن دمان إن فايف تي في يوم عمل كذا دمان أنت كل شقيسه وحيد الله يا عادي عادي عاد بقى ما سنتين براها بلشد وحا اللي سرد حمر يا إن فنكا عاد كبح ذي موقالة لفتقاقا عن رجيني إن الضوبتوان أركي أرين تاسي محقيقة جرتا ها والال ها وإسا كبحي وانو كفر حسن هاي هبي انو كدري ما انا كبحو وحانا امين سنة قوانك وقوناك سنة انتان ولا عاقات انو يهي
wax lagu raagana ma ahan wax lagu sii jiran ma ahan go'aankan aad qaadatay dabcan ee qoyska aan kamid ahay marar badan baan kugu la talinay markama rabitaankeena iyo soo jeedinteena iyo dadka kale ee ku wacdiyay miyad ku qaadatay mise adiga go'aankaagu ahaa inaad fanka baxdid shakhsi ahaanteedaan u gaaray ilaahay baan ugu mahadnaqaya oo ma taqaana go'aankaas iga keenay waxaan rajaynayaa isbeddelka wanaagsan dadka inta badan waxay aaminsan yihiin inaad tahay nin dhalinyaro ah oo xidig ah oo hadda fankii magac weyn ku yeeshay waddan horumarsan tagay waxay isleeyihiin marka haddii noloshii uu abuurtay uu ka baxay seebu u sii noolaan doonaa iyo sida dhalinyarada caadiga ah oo wanaagsan ee u nool yihiin inaa u noolaado hadduu ilaahay nafta isi waa hagaag kaasina wuxuu ahaa sharmaarke cabdinaasir maxamed oo dhalinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada ay u garan og yihiin sharma boy oo shaaciyey gebi ahaanba inuu isaga fariistay fanki laakiin waa lagu dhagan yahay waa laga laaclaacshoo mooyaa waxaa la leeyahay ha bixin nala joog waa ku jecelnahay sharma boyow fanka ha ka fadhiisanin fanka xilligan wuu ku baahan yahay ayay leeyihiin walaalayaalow ninkan shalay isagaa idin yimid isagaa iskiin baray maanta waa wada garanaysaan saqiir iyo kabiir laakiinse adduunyo laba beriba ha ka dhinaatay gadaal ayay weyn tahay maanta hadduu isagii jeclaystay inuu fanka isaga fariisto maxaad ugu dhegan tihiin waa inaad dhahdaan horey u soco waa inaad ka warsugtaan barnaamijyada cusub ee uu la imaan doono horta haddii oo sheekada heesta ugu dambeysa horta aniga shakiya galay saaxiibyaalo heesta ugu dambeeya oo saan iisaan ti ahayd heest asaa qaaday codka codkiisa waa laakiin asxaab kale actinka sameynayaan asxaab kale muuqaalka jilayaan abu bajac bajacda wixii la jilaayay asxaab kale jilayaan hadduu qorshaha uu cod kale uu ku ekaan rabo iska sugano hadduu dhihi rabo heesahan heeso horey ahaayeen hadday soo fogteen hadduu dhihi rabo iska sugano dadka qaar waxay aaminsan yihiin sharma boy wuuli inuusan fan ka fariisan waxaan micnaha ii sheeg ee iska af soomaali inay yihiin ee adag tahay oo waxay leeyihiin ninkii markuu hurdaa raab ku seexanay markuu soo kacay raab kusoo kacay magaalada markuu maraay raab wax walbo la qabanaya erey walbo afkaa kasoo bx ukaadiqaada maxaa dhahday ereygaas raab ka sameynaya maanta fanuu ka fadhiisanaa dad badanaa diidan laakiinse naxariista ilaahay lagama quusto waxaa suurtagala hanuunka ilaahay inuu qalbigiisii inuu geliyaa suurtagala hal habeen waaye halkas habeena waxaa suurtagala wax walba inuu ilaahay niyadaada ka nidifiyo haddaad ahayd qof munkar ku dhex jiro ilaahay waa aduu ku jecel yahay hal habeen ama hal waqti waqtiyadaada kamid uu kaasoo saaraa waqtiyuuna leeyahay maanta hanuunka ilaahay haddaad si kasto aad dhahdid waan ka baxayaa waan ka fadhiisanaa waxaan waa joojinaa haddaad dhahdid oo tii ilaahay ay dhiman tahay waa soo laabanay le shaydaan waay leedhay adi maanta dhul waa marmarsiye ma weynaysid marka walaalayaal walaalkeen sharma boy aan bogaadino aan u hambalyeeno aan ku garab istaagno aan muxuu ahaa ii sheeg fikirka cusub oo la imaanayana ayaana hor dhicin aan ka warsugno intaasaan rabay inaan idinla wadaago soomaali maxamedey marka aan ka warsugno waxaa jira marka sharma boy fanka waa ka fadhiisanaa markii lalahay waxaa soo baxay dad badan oo aan ognahay inay dhibaato fanka ku hayaan mooyaane wax ay nagu soo kordhin karaan aynaysan jirin amaanta waxay leeyihiin booskii sharma boy uu ka baxayaan buuxinina yaa dhahaayo catoosha ka mid a dadka dhahayo walaalow fanka dhibaatada ka daayaaqa booskii sharma boy maa buuxide kab sidii lagugu wadaa ku dhaha wejigaaga wada dacsaa laga dhigaa haddaad dhahdid fankan wadaa haddaad dhahdid walaalow qofka waxaa maqli jira ani haddaa hadli kartid waa heysi kartaa catoosh wuxuu ka mid yahay dadka hadalka xitaa uu dhibaayo aan si fiican u hadlin keliya ku eg maxaa ka buuxisaa marka meeshaa qosol laga marabo ninka aad dabooskiisa buuxina aa leedaha laxanuu samaysanay ereyuu samaysanay muxuu ahaa ii sheeg wax walba asaa samaysanay adi maxaa samaysan kartaa maxaa soo kordhin kartaa maxaa keeni kartaa bal horta marka ugu horeysa ila dhegeysta kilib yar oo u ballan qaadaayo booska shan boynu buuxinaayo yaa badanaa
een sharma boy inuu fankii uu ka baxay fankiina uu aniga ii baahan yahay isla markaana aan u taaganahay inaan fanka badbaadiyo inaan horumar badan gaarsiiyo dhammaan taageerayaashii sharma boy waxaan leeyahay hadii sharma boy uu fankii ka fadhiistay aniga ayaa joogo baabacato shara ayaa idiin joogo haniye jabina ha isdhiibina ha isdhigina ha isluudina kor isku soo qaado ismuujiya كاس وحوها نينكي دايلة جعلا هيس دن او دايلة او قادة دايلة ديو رباينو شرم بيكو بدلو رد بدن او يجران او له الحمد لله مرحضو شرم بوينا قفر يستي حدا فرصد هيلي كرنا شالي محاقبة نيسين شالي شرم بوين تو صابح المحاقبة نيسين محاقبة نيسين ما بوسو دينك عريرنا مجرين ساعي فيالو بوس كان واهيستي افر قف واي افر تسقف بوس كود إلا حدرتان واهيستان إلك عسقيس شرما بوي وز بي دوني بي راه مقعدو ديك توافني انت ازاي جعل انا كسوك سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.